الإسلام ما فيه جماعات. أن نديكم القرآن ما كلام، عشان ما تقول لي بعدين شيخ فلان نبس فلان، ما نبس زول. القرآن قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا الليلة عندي جماعة، مثلا جماعة الاستغامة، وده عنده حزب النجوم، وده عنده حزب الترجي، وده عنده حزب الإسلامي، وده عنده الحزب العلماني، وده الشيوعي. اتفرقنا ولا ما اتفرقنا؟ اتفرقنا. والله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ده حزب التجانية، وده السمانية، وده جماعة التبليغ، وده جماعة أنصار السنة، وده جماعة المؤتمر الوطني، وده جماعة حزب البعث، وده جماعة الشيوعي. مثلا تفرق ولا ما تفرق؟ والقرآن قال شنو؟ ولا تفرقوا. يبقى أي زول قال إحنا جماعة فلان التبليغ الغيره، ده فرق الإسلام والمسلمين وخالف القرآن. ولا تفرقوا، والله قال كده. وربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شيعا يعني أحزاب. ربنا قال اللي بيفرقوا الدين ده دين الإسلام، ويعملوا جماعات، جماعة تبليغ، جماعة صوفية، جماعة أنصار سنة، جماعة غيره، ولخبطوها. الله قال ما تخش معاهم في أي شيء، أقف بعيد بس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم أمرين، وفي رواية شيئين، اثنين بس، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله وسنة. تاني كون أنا أجيب لي جماعة اسمها التبليغ، وده يجيب له جماعة اسمها الفرقة القادرية، وده السمانية، وده الركينية، ده حرام والله، والله حرام. وبناقشه أنا، بناقشه السعدي، جيب لي زول تبليغي ولا قادري ولا أي طريقة من الطرق أو الأحزاب كلها، نسأل سؤال واحد: هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتبع على الطريقة القادرية؟ براو بقول لك لا. هو ذاته هل كان يتبع للطريقة بتاع جماعة التبليغ، حزب جماعة التبليغ؟ بقول لك لا. إذن دي باطلة، باطلة طوالي. مش الرسول ما بيتبع للكلام ده، باطلة، ولا داير له علم كثير. لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. باطل، مردود، ما مقبول عند الله. يا جماعة طريق ربنا سهل واحد، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. واحد حس ذيل كم طريق؟ أسألكم بالله، أمشي المولد كم طريق؟ كم طريقة؟ كله خيمه معلقين صورة الشيخ، وما الشيخ مين ما بعرفه، الشيخ مين، الشيخ مين، وديل بهنا الشيخ مين، والطريقة المين، ديل نوبتهم كبيرة، وديل نوبتهم صغيرة، وديل كيف، وديل كشاكيش، وديل أورغن، وديل جايبين نسوان بغنن. يا تو يا جماعة حق الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول تركنا على طريقة واحدة هي الإسلام، ديل بقوا 700 طريقة. يبقى ده كله باطل، لأنه الله قال في القرآن كده: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالدين واضح، لكن في ناس عندهم مصالح، ليه بيعملوا طرق وأحزاب؟ الشيخ بتاع الطريقة ده شغله، ده أكل عيشه، لازم يعملوا حيران ودراويش ونوبة، ويصحى الصباح بين النوم يقول لك: والله أنا شيخ حبوبة أم جيت حبوبة أمي حلمتني في النوم إنه في بيان هنا. يجيبوا طوالب دراويش، يجيبوا شنو؟ أعلام خضر ولا بيض، يغزوها في الحتة دي ويحوطوها بالطوب، عشان يبنوها قبة، بعشان يفكوا قطبة في الحلة، قطبة يفكوها في الحلة. والله الشيخ ده جوا مرة كراع برا، ليه ده؟ نلبس شرابات مرة كراع برا، يلا نساوين يحكم في الحلة ويحكم في البيوت وفي الجزارة وفي سوق الاثنين وسوق الخميس، يلا بعد ده ينتشر انه ده ولي شنو؟ صالح. والقبة فاضية، فكي ما فيها، ان حفرت ما في احد. في مصر قصة عجيبة شديد، في طريقة من الطرق عاملة لها قبة لها قريب 50 سنة. الحكومة احتاجت للمكان ده، ما عارف ده يعملوا فيه طريق ولا كبري، ما بعرف. في مصر هنا ده تلقاه في اليوتيوب، خش قصة حقيقية مصوريننا بالفيديو، القبة دي ذات. فقالوا: يا أخي اللي يحولوا القبة دي من هنا. شيوخ الطريقة رفضوا، لأنه القبة دي عبارة عن نقاطة، في نسوان بيجين برمي الذهب،
في رجال عورة ودراويش، الواحد يقول لك ولدي ما عارف شنو عشان يحفظه، يجيب قروش يرميها جوا القبر والحيران بيجروها بيتحي يعدوها يدخلوها وذاك يرمي، ده شغلة كده. فقالوا لا 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 لا، القبة دي ما بتتحول من هنا، لأنه ده البنك حقهم، القبة دي النقاطة هنا. فقام الحكومة طبعا ما قدر يصارعوها، جابت الكراكات والبوكلين قلعت القبة دي، وقالوا الشيخ ده نشيله نوديه المقابر مع المسلمين، قاعد براو هنا ليه؟ داري كيسة كورنا واقف بعيد براو. فقام حفروا، قايلين في شيخ تحت، لقوا راس بتاع بقرة 50 سنة النازل بيعبدوا في راس بتاع بقرة 50 سنة، ولصالح أولي صالحين وما أولي صالحين وا وا وا، راس بتاع بقرة قروش ما شالوا الحيران أكلوها زمان كبروها. فيا أخواننا ده هوس يا أخي، يا أخي نحن ربنا خلانا أحرار وعبيد، ما عبيد إلا ليه. أنت تشيل الحرية اللي أداك ليه الله دي وتبقى عبد للشيخ كده بالراحة. الله قال لك اسجد لي براي، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يجي يسجد للشيخ، الله قال لي ادعوني براي، يجي يدعو الشيخ، الله قال لي احلف بي براي، لا وحاد حسن وتحسونه، يخلي الله ما يحلف بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. يبقى براء والمشرك ده زل نفسه، الله خلاه عزيز رفعه فوق وهو ده رجع في الطين. نعم، دي كلها طرق وجماعات باطلة، والله ما عنده أي علاقة بالمنهج الصحيح أبداً.